السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. إحنا حلقتنا النهاردة حلقة خاصة بالطفل، وهيكون عندنا فقرتين. الجزء الثاني من الحلقة هيكون مع كابتن كوكي، وهنتكلم عن الصحة النفسية للأطفال في فترة الدراسة، والفقرة الأولى هتكون مع دكتورة سارة سيف أخصائية التربية المعتمدة، وإحنا هنتكلم النهاردة معاها حلقة مفتوحة، وهناخد أسئلتكم واتصالاتكم وأسئلة صفحتنا على الفيسبوك في كل الموضوعات المتعلقة بأي مشكلة بتواجه الأم يعني مع أولادها. احنا طبعا بنرحب بيكي يا سارة. ازيك يا حبيبتي؟ واحنا من الأسبوع اللي فات اتفقنا معاكي كده مع المشاهدين، الحلقة النهاردة هتكون مفتوحة لكل الأسئلة المختلفة، لأنه خلال الحلقة كان بيجي لنا أسئلة متنوعة وكتير. احنا عايزين الأول نتكلم عن مفهوم التربية ودور الأم في التربية، وإزاي الأم تتعامل مع أولادها في أي مشكلة بتواجههم. طيب، الأول أنا متشكرة جدا أن أنت بدأتي الموضوع بالكلمة دي، يعني إيه تربية أصلا؟ هو للأسف الناس دلوقتي بتختلط بين مفهومين، بين التربية والتأديب. إيه الفرق بين التربية والتأديب؟ التأديب هو أن أنا أسيب الطفل ما يعرفش أي حاجة، واتوقع منه انه بيعرف وبيفهم وبيقدر، وبعدين لما يعمل غلطه امسكه بقى اقدبه عشان ما يعملش كده تاني. طيب، ايه المشكله في طريقه التربيه بالشكل ده؟ ان انا اسيب الطفل ما يعرفش اي حاجه، ولما يغلط اتفاجئ وعاقبه، اتفاجئ وعاقبه. ان الطفل مع الوقت بيحس بالظلم. انت تخيلي كده يا دعاء، ان انا جبتك حطيتك في مكان انت مش عارفه ازاي تشتغلي فيه ولا تعملي ايه، وكل ما تغلطي غلطه في الشغل اروح خصمالك من المرتب بتاعك، اقول لك انت هتطلعي بره البرنامج شويه، تقعدي في حته لوحدك لحد ما تفكري انت كانت غلطتك ايه، او اتعصب عليكي وافضل ازعق فيكي. اكيد انت هيجي معاكي مع الوقت بقى هتبتدي تفقدي الثقه في نفسك اصلا. فالامهات اللي بيربوا بالموقف اللي هو تفضل طول الوقت سايبة الطفل يتصرف على سجيته وعلى طبيعته، وبعدين تتفاجئ بالغلط وبعدين تبتدي تأدبه، دي طريقة ممكن تكون بتجيب نتيجة فورية، ان هي بتطلع غضبها في الولد وبيبان ظاهريا كده يا حبيبي ان هو فعلا استجاب. بس يبتدي بقى تظهر عندنا مشاكل اكبر بكتير قوي في العلاقة، يوصل لمرحلة ان هو مبقاش بيسمعها اصلا، هي بتتكلم اكنها بتعيد وبتزيد في كلامه، هو عارف ان هو مش مفيد ومش مهم بالنسبه له، يبتدي يجذب عشان خايف من العقاب، يبتدي يخبي غلطاته وممكن يقع في غلطات اكبر، يبتدي ودي اخطر مرحله بقى، يعني كل ده ريفلكت على الطفل ان هو يطلع غضبه في غيره ويبتدي يطلع عنده سلوك عدواني. وللاسف كل ما الام هتشوفه بيغلط اكتر هتزود من العقاب اكتر وهتزود من التحكم اكتر، ظنا منها انها كده بتساعده، بس للاسف المشاكل بتكبر وهي نفسها بتتعب. عايزين نفرق بين مفهومين، بين التربية وبين التأديب. التربية حاجتين، أول حاجة علاقة، تاني حاجة معلومات. طيب، إيه العلاقة؟ لازم الأم تكون بتحب ابنها، ويكون الحب ده واصل له بكذا طريقة، يعني يكون طول الوقت بتقوله إنها بتحبه ومهتمة بيه وبتقدم له الحب ده بأكتر طريقة هو بيحبها، ويكون حاسس بالأمان، ما يبقاش طول الوقت حاسس إن ماما فجأة بتفاجئني برد فعل على الغلطة، مرة تفوت ومرة تعاقبني، مرة تقول لي معلش ومرة تضربني. فعدم الأمان ده بيبقى في مشكلة في العلاقات، إن الأم تتعاطف مع مشاعره، تتعاطف مع مشاعره إن هي يعني تحس بيه، لما يبقى قلقان تبقى حاسه انه قلقان، تحط نفسها مكانه، لما يبقى محبط تحس ان هو محبط، ما تبقاش بتعاقبه. يعني ساعات كتير لما طفل مثلا يحس بالاحباط مامته تقول انت منكد عليا، طب هو يعمل ايه؟ هو الاحاسيس مين فينا بيختار ان هو يحس اي حاجه؟ يعني عشان انت تزعلي منه ان هو اتضايق مثلا. مع الوقت فكره العلاقه لما بتبقى فيها مشكله المعلومه مش بتوصل. طبعا حاجز، يعني عملت حاجز بالظبط. فاحنا قبل ما نقول الطفل يعمل ايه وما يعملش ايه، لازم الاول نبني علاقه سويه فيها حب وموده واستماع كويس للطفل. طيب، يعني العاطفه والحب رقم واحد بين الام وابنها، وطوله البال. طوله البال يا جماعه، يدينا كلنا طوله البال يا رب. احنا معانا تليفونات، ناخد اول تليفون. مرو، اهلا بيكي. وعليكم السلام. ازيك يا مرو؟ الحمد لله. عامله ايه؟ شكرا على الحلقات المفيده اللي انتوا بتعملوها. مروه صديقه البرنامج، يعني معانا على طول، لازم على الاقل مره في الاسبوع بتدخل معانا في الحلقات. اهلا بيكي يا مروه. اهلا بيكي كده، ربنا يخليكي. طبعا موضوع التربيه والاطفال ده مهم جدا جدا جدا، ويعني طالع عمرنا ما هنزهق من الاسئله فيه يعني. طبعا.
كنت عايزه بس سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. العقاب ساعات مثلا الواحد بيتسرع او بيبقى سريع الغضب مثلا بيروح مطلع عقاب كده، وبعدين يحس ان هو العقاب ده ما كانش هو المثالي، او لا ما كانش المفروض اعمل كده، فنيجي نقول ايه ارجع في كلامي المره. فالموضوع ده صح ولا غلط؟ يعني انا شايفه ان هو غلط، وبابا الولاد شايف ان هو لا عادي، طالما اكتشفنا ان هو مش صح العقاب بالشكل ده ما فيهاش مشكله ان احنا نرجع فيه. السؤال الثاني، الطفل سريع الغضب وسريع النرفزة وصعب إرضائه جدا، التعامل معاه يكون إزاي؟ تمام، ماشي حبيبتي. طيب هما السؤالين ليهم نفس الإجابة. طيب أنا عايز أسألك سؤال دلوقتي يا دعاء، لو أنت كل ما بتدلقي مية أنا بروح رامية مناديل عليها وبسيبها طول الوقت، أنت شايفاني كأم بعمل كده، كل ما مشكلة المية دي تدلق أنا بجيب مناديل وبرميها وبسيبها، لما المية تدلق هتعملي إيه؟ هعمل كده. طيب هل ده صح؟ لا. ليه بقى انت بتعملي كده؟ انت بتعملي كده عشان انت اتعلمتي ان احنا بنحل مشاكلنا بان لما يحصل مشكله ناذي بعض. العقاب ده انت بتتعمدي ايذاء الطفل. معلش ما فيهاش فصال، ما فيش حاجه اسمها عقاب هو اللي بيختار، وما فيش حاجه اسمها عقاب مخفف، هي كل الفكره ان دي طريقه حل مشاكلنا مع بعض. لما يحصل مشكله اعمل ايه؟ اذيك عشان ما تكررش المشكله. ايه علاقه المشكله بالاذى؟ المشكله تتحل. المشكله كده احنا نقعد نشوف سببها ايه؟ ونفكر مع بعض في حل ونحاول نطبقه، ولو الحل ده ما ينفعش نشوف حل تاني. لكن هي لانها بتعاقبه، بتتصرف معاه بعنف لما بيحصل معاه مشكله، بتاذيه، وهي زي ما هي وصفت يا حبيبتي بتقول لي ان عاده العقاب ده بتبقى هي متضايقه، فبتحاول تبقى عايزه تحسسه انت مش طفل بعملتك، يعني انا هوريك، فتعاقبه او تتعامل معاه بحده. اللي بيحصل بعد شويه ان هو يا حبيبي لما بيتحط في نفس الحاجه بيبقى سريع الغضب وبيتعصب هو كمان. دي النتيجه. بالظبط دي النتيجه. امال ايه العقاب المسموح بيه؟ يعني مفيش عقاب إيه؟ انا زعلانه منك مثلا؟ مفيش، ولا زعلانه منك ولا زعلانه منك. تعالوا كده نفكر هو ايه عواقب ده على المدى الطويل. انا دلوقتي لو طفل اتعودت مثلا ان انا لما بختلف مع صاحبي في اللاب، ما هي يعني امتى بيحصل الخناق؟ لما ماما تكون ليها راي وانا ليا راي ويحصل تعارض في الاراء. ساعتها بقى الام بتحل المشكله دي ازاي؟ بتتناقش، بتسمع، بتتكلم، بتبقى فعلا عايزه تسمعه عشان تشوف ايه وجهه نظره في الموضوع. لا يا حبيبتي، هي بتخش عليه دخلت انا هربيك، انت مش هتخرج عن طوعي. فايه اللي بيحصل؟ خلاص الطفل لا اراديا بيتعلم كده، انا لما اختلف مع صاحبي في اللعب هضربه، انا لما اختي تعمل فيا حاجه لازم ماما تعاقبها، لازم هي تتصرف. فالعقاب بيجيب نتيجه وقتيه، بس بعد 10 سنين من دلوقتي مش هتقدري تعاقبيه، لما يبقى مراهق هتعاقبيه تعملي له ايه؟ هتضربي واحد طولك؟ مش هتعملي كده، وفي نفس الوقت مش هتبقي علمتيه مهاره ثانيه. فالفكره في ايه؟ الفكره في ان المشكله حصلت، من افسد شيئا فعليه اصلاحه. بقعد مع الطفل الاول اتاكد منه انه كان فاهم ان ده غلط. مفيش يعني حاجه في الدنيا بتقول ان الطفل عارف ان ده غلط. ما مش بالكبر. خالص، انت ممكن هما انت عارفه ان الضرب غلط وبتضربي، ما انت عارفه ان العصبيه غلط وبتتعصبي. فاول حاجه لازم اتاكد ان هو عارف كمعلومه. تاني حاجه لازم اتاكد ان هو عنده بديل. يعني انا ما بقاش بقول له مثلا بطل فرجه على التلفزيون ليل ونهار وانا مش قايله له يعمل ايه بدل التلفزيون. ما بقاش بقول له ما تضربش اختك وانا ما علمتوش ازاي يتناقش. فحل المشاكل بيبقى عباره عن ايه؟ اتاكد ان الطفل فعلا عارف المعلومه. تاني حاجه اوجد له بديل واتناقش معاه في بدايل، ولما يقترح بدايل وانا اقترح بدايل، انا اقترح هو يقترح، مش هبقى هو انا بس اللي عماله املي عليه يعمل ايه وما يعملش ايه، والطفل مش بيستجيب ليا من الطرف الثاني ويبتدي يقول لي اعمل ايه في الحلول دي. بعد ما بنحل الحلول بقول له ايه؟ تعال نجرب الحلول دي. انا مش بديله ان ده لازم يتطبق ويتنفذ، لان اتفقنا المره اللي فاتت ان ده بيعلم الاطفال عدم الواقعيه. لا، احنا بنجرب الحل، نفع نفع، ما نفعش نتناقش هو الحل ده ما نفعش ليه. طب ممكن نعمل ايه حل بداله؟ مع الوقت الطفل هيكبر. يعني انت طول الوقت بتعامليها انه واحد كبير، مش طفل، انت بتدي اوامر وخلاص. اصل هي الاوامر لو كانت حلت ما كانتش المشاكل اتعقدت. فبدل العقاب نبدلها بحل المشاكل. طيب معانا مي. اهلا يا مي. الو. ايوه، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. بصي، انا مش مشكلتي مع مش مشكله ام ببنتها، انا مشكلتي مع ماما نفسها. يعني هي ماما ساعات عصبية جدا، وكل ما بقول لها حاجة بلاقي العيلة كلها عارفاها، حتى انا ساعات بخبي عليها حاجات مش بكون حباها تستخبى، فانا يعني ببقى متضايقة. انا عندي 18. اوكي.
لا انا انا دلوقتي انام دلوقتي في حاجات كتيره مخبيها عنها، انا متضايقه ان انا مخبيها، بس في نفس الوقت انا لما بقولها بلاقي اسرتي كلها عرفتها ومش بت يعني حتى لما بحاول اجي اواجهها مش بقدر، يعني هي امي برضو مش هقف واواجهها وجها لوجه كده، بيكون صعب قوي الموقف. طيب انا ممكن اسالك على شويه حاجات كده؟ اتفضلي. طيب انت ايه اللي بيضايقك ان هي بتحكي الحاجات دي للناس اللي حواليكي؟ يعني ممكن يكون سر انا مش حابه حد يعرفه وهم بيعرفوه، فانا مش عايزه حد يعرف عني الحاجه دي حتى لو مش حاجه غلط انا عاملاها. يعني طيب مثلا هي الفكره ان هي مامتك عامه شخصيه اجتماعيه ودوده وبتحب تفتح بيتها وتتكلم عموما، ولا الموضوع ده خاص بيكي انت بالذات؟ لا مش كده، يعني هي ممكن تدخل جدتي في حياتنا العادية جدا، يعني يعني ده طبعها عموما، مش الموضوع ملوش علاقة بيكي. لا لا طب انت قدرتي قبل كده تقعدي، عشان احنا عشان نحل مشكلة لازم نشخصها الأول صح؟ اكيد. جيتي في مرة كده قعدتي راقبتي اصلا مامتك ايه اللي بيريحها وايه اللي بيشد أعصابها؟ بصي هي مامتي بتشتغل فبتيجي من الشغل متنرفزة صوتها واطي يعني قوي. او مضغوطة. هنعلي الصوت. بتيجي من طيب الشغل متنرفزه مامتك فانا ما مضغوطه بقدرش يعني، اكلمها، ما بقدرش يعني اللي اكلمها بيضايق مامتك وبيعصبها الاجهاد تقصدي؟ ممكن الاجهاد هو اللي بيضايقها. اللي في اوكي شغلها. اوكي بس بحاول اكلمها بعدها، مثلا احكي لها عن حاجه مع اصحابي حصلت، اي حاجه يعني بلاقي تيتا دخلت في الموضوع وخالتي وعمتي، يعني ناس كتير انا انا فاهمه حاسه جدا اللي بكده. بتتكلمي فيه وهريحك جدا يا روحي. طيب ميرسي. طيب مبدئيا بجد برافو عليها ان هي بتدور تحل، وبرافو عليها ان هي لما لقيت ان في مشكله ما قعدتش تشكي وبتدور على حل واتصل بالبرنامج، ومتشكره ليها جدا ان هي كانت بتوصف بتجاوب بالظبط الاجابات ما شاء الله عليها يعني من غير دور ضحيه يعني، وده الحمد لله يعني دي نعمه من ربنا الحمد لله ان انت كده يعني. عايزه اشرح لك هي مامتها ليه بتعمل كده عشان هي تبقى شايفه ده، احنا بنحلل شخصيات الامهات، كل ام بتدير بيتها بطريقه، هي ليدر في بيتها بطريقتها، يعني كل ام كده ليها التولز بتاعتها والادوات بتاعتها بتعرف تدير بيتها. مامتها اللي بتجهد اللي بيفتحها الاجهاد وتبقى متعصبه جدا لما بتجهد وبتضغط من المشاكل ومن الحكايات وتبتدي تعتمد على غيرها، ده نوع اسمه كومفورت. يعني ايه كومفورت؟ الناس دي عايشه حياتها عشان تتجنب المشاكل بس، ما بتعملش حاجه تانيه. وعشان كده بتتنازل عن حقوقها كتير، ما بتاخدش حقها في حاجات كتير، بتكبر دماغها على طول. ممكن طول الوقت يا حرام تبقى بتخدمهم وبتريحهم وبتعمل لهم الاكل والشرب وخايف عليهم يبردوا وخايف عليهم يعيوا وحاجات كده. عايزه تجننيها اقلقيها. هي بتعمل كده اعتماديه عشان هي قلقانه، بس هم ما بيبانش عليهم القلق، هم اللي جوه شويه يا حبايبي، يعني بيبقوا كتومين شويه الامهات دول. فايه اللي يحصل؟ هي بنتها لما بتحكي لها حاجه، الناس دول بتبقى خبرتهم في الحياه مش احسن حاجه. فبتحس بالقلق، انا بنتي بتحكي لي حاجه وانا ما اتعودتش ان انا يبقى عندي اكسبيرينس في الحياه واعرف هعمل معاها ايه. فاعمل ايه؟ اعتمد على غيري. انا قلقانه فابتدي احكي لخالتي ولعمتي والحاجات كده. طيب انا ليه بقول لها الكلام ده؟ مش ببرر لمامتها اللي هي بتعمله، ولا قصدي ان هي تاكسبت ده ولا تقبله، بس انا عايزاها تبص للموضوع ببصه فيها شويه تعاطف مع الام، تفهم بس شخصيه مامتها، تفهم ايه اللي بيوتر مامتها. طيب انت عايزه بقى تريحي مامتك دي تعملي ايه؟ اول حاجه هي ما بتحبش تديكي اجابات واضحه لانها بتقلق من الاحساس الالتزام، يعني لما بتيجي تقولها هنعمل كذا ما تلاقيهاش مثلا ماما انت بتحكي لخالتي ليه؟ تنكر. هي مش بتعمل كده كذب مثلا ولا لف ودوران، هي قلقانه من رد فعلها. فالامهات دول تكسبي تعاونهم جدا لو طمنتيهم، لو ما انتقدتيهمش، لو ما جهتهمش بحاجه، لو تواصلتي معاهم حتى وهم مش متواصلين. هم رد فعلهم هادي زياده عن اللزوم، تحس ان هم قاعدين في كورنر وخايفين كده وبيقعدوا يحلوا مشاكلهم بطرق طويله قوي عشان ما يواجهوش المشكله، انت فاهمه يا دعاء الاحساس بيبقى عامل ازاي؟ فالام دي محتاجه طبطبه جدا ومحتاجه حنيه ومحتاجه لما تقعد تحكي لك كتير على نظريه مؤامره وتلاقيها منهاره وعماله تقول لك هيحصل وهيحصل وهيحصل، تسمعيها وتطمنيها وتقولها كلام دايما فيه يقين وقوه بربنا، بيبقى مدخلهم قوي، تقولها ان شاء الله ربنا مش هيضرك ابدا، لانهم فعلا بيبقوا مؤمنين جدا وعندهم الدين، ده حاجه قيمه جدا. ما تقلقيش يا ماما يا حبيبتي، احنا عمرنا ما نخرج عن طوعك، انت عارفه انا بحكي لك الحاجات دي عشان انا بحبك. تبتدي تقرب شويه وجهات النظر، لما مامتها تحس ان بنتها قريبه منها هتطمن شويه شويه. طيب اعمل ايه بقى عشان القصص ما تنتشرش؟ وضحي وجهه نظرك بصراحه، هو انت ليه مش بتكلمي مامتك بصراحه؟ ليه بتكلمينا احنا؟ ليه ما تروحيش لمامتك وتقولي لها بهدوء وبادب وبمنتهى البر، حبيبتي انا بتكسف لما حد بيعرف عني حاجه. بتكسف لان انت بتتكسفي، انت خايفه على الايمج بتاعتك، خايفه عشان كده سالتك انت ايه اللي مضايقك؟ حقك تماما انك تخافي على صورتك قدام الناس، طب. خايفه حد
يشك عليكي حاجه، ليه ما تتوصيش معاها وتقولي لها؟ ليه انت متخيله ان هي مش هتتفهم ده؟ ان شاء الله هتتفهم. وعايزه اقول لك على حاجه، عشان انا عارفه انت حاسه بايه دلوقتي ونفسك تردي عليا تقولي لي كلام، انما الاعمال بالنيات يا حبيبتي، طول ما انت نيتك كويسه ان شاء الله ربنا هيخليك الموضوع اسهل مما انت متخيله. وبيطمنينا بقى. معنا ايمان، اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا ابني هيكمل 5 سنين، من ساعه ما راح المدرسه وهو عدواني جدا وبيرجع يزعق كده جامد ويشخط جامد، فمش عارفه اتعامل معاه ازاي، وبابا دايما على طول بيتعامل معاه بالضرب، فانا لما بتعامل بالحنيه بحس ان انا يعني لازم اضرب زي بابا علشان اعرف يعني عشان يسمع كلامي في الغالب يعني. فانا مش بضربه خالص، بس مش عارفه اتعامل معاه ازاي يعني. انا بطبطب عليه وبقول له بتكلم معاه، بس في الاخر مش بلاقي نفس الرد فعلي. طب انا ممكن اقول لك على حاجه، انت مش عامله كل اللي تقدري عليه، استهدي بالله كده وان شاء الله الموضوع يبقى ابسط مما انت متخيله. ساعات كتير لما بيبقى فيه كونفليكت في التربيه واختلاف، الام يا عيني بتبقى هتموت ويحصل نتيجه، ودايما حاطه قدامها ان طالما الاب بيعمل كده الموضوع مش هيفرق. هي على فكره ملهاش حسابات خالص، احنا بنعمل اللي علينا وربنا هو اللي بيقدر مجهودنا وبيدينا على قد ما احنا بنقدر. طيب اعمل ايه بقى في الكيس اللي هي بتحكيها لي دي؟ الاول عايزه اقول لك ان طبيعي جدا الولاد لما بيخشوا المدرسه بيتعصبوا شويه. ليه؟ نظام نومهم مختلف، نظام اكلهم اختلف، في تغيرات كثيره في البيئه بتاعتهم، فبيبقى عندهم حاجه اسمها اعراض قلق، فبيرجعوا من المدرسه متعصبين جدا ونرفز جدا وعايزين كده يلاقوا حضن يطبطب عليهم. فانت صح، وان شاء الله ده هيعدي، والاب برضو قلقان بس بيتعامل مع القلق بطريقته. يعني انت طريقه تعاملك مع القلق ان انت بتبقي حاسه ان قدامك محتاج حنيه زي ما اهلك علموكي. طريقه تعامل الاب مع الموضوع ان هو لما بيقلق بيحس ان الموضوع لازم يتسيطر عليه. فمعلش كل البيوت فيها كونفليكت، وتعاطفي برضو مع الاب ان هو برضو عايز الاحسن لابنه بس مش عارف يوصل ده بطريقه فيها استجابه كويسه. طيب نعمل ايه؟ 1 2 3 4، الولد ده طالما انت في علاقه كويسه بيه كده وحنين عليه ما شاء الله، انت كفايه قوي ان انت تعملي له سبورت. نبقى احنا عارفين كده هو هيرجع من المدرسه مش هيبقى وراكي اي حاجه، هتقعدي معاه ربع ساعه نص ساعه تلعبوا وتزغزغيه وتحضنيه وتبقي مفرغه الوقت ده ليه لوحده ما فيهاش هزار. طيب اعمل ايه لما الاب يضربه او يعمل كده؟ ناخد المواضيع بهزار. يعني لما تحسي ان الاب هيتعصب تقعدي تقولي ايه ده؟ ده مش عارفه في حاجه هتحصل، هنجيب المطافي تطفي الحريقه، وتحاولي كده تاخدي الموضوع بطريقه بلايفل شويه، ما تاخديهاش بايه؟ بنكد، اللي هو لا بقى ما تضربوش ودي طريقه ما تنفعش. لان حاجه مهمه انا كده قلت لها اعراض القلق دي تعالجها ازاي؟ ان هي على اللونج تيرم، على المدى الطويل، لما الاب دايما بيحس ان هو بينتقد في التربيه بيعند. مش بيعند عندا فيها ان هو يعني عايز يتحداها، لا هو بيبقى عايز دايما يحس ان هو ليه تاثير او ليه فايده. فمش عايزين نخش اصلا في الليله دي، لان احنا في الاخر هدفنا واحد واحنا في مركب واحد. طيب احنا عندنا فاصل دلوقتي وهنرجع تاني نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معانا. معكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة، واحنا عندنا الأسئلة المفتوحة النهاردة، وعندنا أسئلة على الفيسبوك ناخد منهم كام سؤال. مثلا منار بتسأل، ابنها عنده 5 سنين بيحب لعبة المصارعة بس والضرب، وبيكون سعيد هو بيلعب الألعاب دي. طيب بصي أنا هقول لك على حاجة، احنا مش بنبني يعني إن في مشكلة ولا لا غير لما بيحصل مشكلة. يعني إذا هو بيحب ألعاب المصارعة والضرب وعارف حدوده ماشي تمام. طيب أتأكد بقى منه، طب انت بتحب اللعبه دي، طب ايه مميزات اللعبه دي، فيقول مميزاتها. طب ايه التحديات اللي ممكن تواجهك لما تكون بتلعب اللعبه دي، فيقول ده. فتقول له طيب انت ممكن تعمل ايه عشان خاطر تستفيد بمميزات لعبه المصارعه وتتلافى عيوبها. بس احنا كده بنخلي الطفل هو اللي نفسه يبقى من الاخر كده هو اللي عنده وجهه نظر في موضوع الضرب ده. لكن التلقين واوعى يا حبيبي تضرب حد ومش عارفه ايه واللعبه دي وحشه، طب ما هو بيحبها مش هيبطلها. فاحنا نساله مميزاتها وعيوبها وازاي يستفيد بمميزاتها من غير ما يقف عيوبها. بس كده. نجلاء بتسال على اختها في 5 ابتدائي، كانت بتحب تروح المدرسه بقى لها كام يوم مش عايزه تروح وهي كانت شاطره. طيب انا دلوقتي عندي احتمال من الاحتمالين، احتمال خطير جدا واحتمال يعدي. الاحتمال الخطير جدا ان في واقعه بلطجه حصلت لها في المدرسه، يعني حد ضايقها، مش مضايقه عاديه، اللي هو حد استقصدها اضطهدها، شل البنات اتلموا عليها وقالوا لها مش هنلعب معاكي، اي حاجه من الحاجات اللي شبه دي. ودي يعني نعمل لها حلقه لوحدها مش خالص، بس الاول تتاكد، واذا ده حصل تروح المدرسه وتاخد لها حقها. اتفقنا؟
يعني اذا ده في ضيق. طبعا في انا كروت الموضوع بتاع البلطجه، ممكن نبقى نقعد في حلقه كامله نتكلم عنه لانه موضوع مهم جدا. بس دلوقتي ده الحل السريع ان شاء الله اللي هيفيدها. الاحتمال التاني ان هي تكون بتعمل حاجه اسمها لفت الانتباه. يعني ايه لفت الانتباه؟ شافت اختها مشغوله عنها وهي مرتبطه بيها قوي، فعايزه تخليها جنبها باي حاجه، تقعد تقول لها كده بقى. فده حله ايه؟ حله اقول لها انا كمان بحبك بس هقضي وقت معاكي بعدين. يعني الاول تتاكد ان رساله الحب وصلت، وان هي اختها يعني وصل لها ان هي بتحبها، بس في نفس الوقت ما يعني ما تعملهاش اللي هي عايزاه. بس كده. في واحده بتسال، تيلا بتسال على التوأم، عندها توأم عندهم سنتين، واحده بتضرب الثانيه باستمرار. توأم عندهم سنتين، توأم دول عسل ما شاء الله. بصوا، هو التوأم عاده بيبقى فيه اختلاف بينهم وبين بعض، بيبقى فيه واحده شخصيتها اقوى من الثانيه، بيبقاش فيه تكافؤ قوه كده. فاكرين حلقه الاخوات؟ طيب دلوقتي احنا اتفقنا ساعتها، انا قلت لكم ان الصغيرين انا هجاوب لهم اجابات عشان خاطر الكلام اللي انا قلته ما ينطبقش قوي على الكبار. طيب ايه مشكله التوأم؟ مشكله التوأم انهم قاعدين مع بعض على طول وهم اصلا مختلفين في الطباع. انت متخيله كميه الاكشنز اللي بتحصل طول اليوم في البيت؟ طيب الام لازم تخطط لده. يعني ايه تخطط لده؟ يعني مش طول الوقت تقدم لهم نفس الخدمه، مش طول الوقت تخلي مواعيد اكلهم مع بعض، مواعيد نومهم مع بعض، مواعيد لعبهم مع بعض. الاختلاف في الشخصيات يبقى بالطريقه دي. هم لسه صغيرين، انا مش قادره اقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. طيب اعمل ايه؟ احاول هم سنتين دي ممكن مثلا انزلهم حضانه بارت تايم هم الاثنين، يبقى في واحده يوم بتقعد معايا والثانيه بتروح الحضانه، فكده هي انفصلت عندي في الحضانه، هي مش مؤثره عليها، والثانيه قاعده معايا، ونبدل اليوم اللي بعده. ده حل جذري لموضوع التوائم. لما نروح مدرسه لازم نبقى واخدين بالنا للتوائم دول ينفصلوا عن بعض. تمام. طيب لما الاقيهم مسكوا في بعض اعمل ايه؟ احضنهم هما الاثنين وابعد ايديهم عن بعض بالراحه، واشتت انتباههم بلعبه ثانيه. بس اكيد الام مش هتفضل قاعده حارس طول الوقت، عشان كده انا قلت ان موضوع ان انا اقلل الكونفليكت حبه واحاول احله بحكايه تشتيت الانتباه دي، لما بيكبروا شويه بيبقى في حلول ثانيه بقى اللي احنا اتفقنا عليها المره اللي فاتت. طيب ناخد تليفون. سمر اهلا بيكي. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. لو سمحت، انا اخويا بيحب الكوره وما بيحبش المدرسه ولا بيروح هو في سنه خمسه. هو ما بيحبش ده مثلا بيجيب درجات وحشه او بيسقط، ولا في الاخر بينجح بيجيب درجات كويسه؟ لا مش عارفه، مش عارفه اي حاجه. ساعات وساعات. لا الاخر النتيجه ايه؟ يعني بينجح كل يعني هو ده في سنه خمسه بيجيب درجات كويسه ولا لا؟ في اخر السنه درجاته عامله ايه؟ بيجيب كام في الميه؟ لا بينجح مستغلين في المعهد بينجح. بيجيب درجات كام؟ يعني كام في الميه؟ كام؟ عادي بيجيب درجات عاديه خالص، قليله. درجات عاديه بس بينجح. 85 بتقولي؟ لا لا، بتقول بيجيب درجات عادية بس بينجح. اللي هي كام في المية؟ أنا عايز أعرف بس درجة المشكلة قد إيه؟ يعني لعب لأنهي درجة؟ يعني يا دوبك بينجح يا دوب، ولا أكتر شوية؟ يا دوب بينجح. لا بينجح يا دوب. طيب بصي أنا هقول لك على حاجة، يعني طالما هو بينجح المفروض ان انت تشجعيه على نجاحه في المذاكره وخلاص. يعني تقولي له ما شاء الله درجتك اتحسنت، انت جايب درجه احسن، انت لما بتذاكر ما شاء الله بتقدر تفهم المعلومه كويس. تركزي على الحاجات القويه اللي عنده في المذاكره عشان يحب المذاكره زي ما بيحب الكوره. بس لو فضلنا طول الوقت نقول له المذاكره واشمعنى الكوره اللي انت بتحبها دي وحشه والمذاكره انت ما بتحبهاش حلوه، فهو بيحس طب انا اعمل ايه؟ يعني اللي انا بحبه مش عاجبكم واللي انا مش بحبه عاجبكم. فلا، احنا نقول له الحاجات القويه اللي فيه في المذاكره عشان يحبها زي الكوره، ونقول له الحاجات القويه فيه في الكوره. فعموما لما يبقى بني ادم ناجح واثق في نفسه هيبقى اصلا عنده دافع ان هو يبقى كويس في كل حاجه. طيب معانا اسماء، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي عايزه اسال الدكتوره عن حاجه. يعني اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي طفل عنده ما كملش سنتين لسه. ما شاء الله. ماشي. دي التصرفات تحس انها غريبة. يعني كان عنده 10 شهور مثلا، وكان مرات عمه بتهزر معاه وفضل متضايق من عمالة تنكش يعني كده وتهزر معاه، فهو فضل يدور حواليه كده على اي حاجة يضربها بيها، وراح ماسك مفك كأنه سكينة وعايز يدبها فيها. اوكي.
تمام. الموضوع ده حسيت ان هو فيه عدائية كده ماشي، ولما بيجي حد من اخواته يهزر معاه او يهزر معاه هزار رخم كده، ابص الاقيه يعض ويشد شعرها وممكن شعره يطلع في ايديه. طب هو المواقف العدائية دي بتتكرر في وقت تاني غير ان حد بيهزر معاه؟ لما يكون متعصب، لما يكون متضايق من حاجه، يعني كلها ليها علاقه بالغضب، يعني ردود افعال لكن مش من نفسه، مش كده؟ لا لا، لما يكون ما عملتوش مثلا اللي هو عايزه ماشي، بابا مش بيضربه، انا اللي بضربه، وبحس ان هو لما بزعق وبشخط وبضرب الكلام بيتسمع وبيبقى هادي ومفيش عياط ومفيش قله ادب، انما بابا يعني يسيبه يعمل اللي هو نفسه فيه وما يرضاش يضربه. طيب ممكن تقولي لي ايه السؤال اللي نفسك اجاوبك عليه دلوقتي؟ يعني انت حكيتي لي انا حاسه ان ده مش طبيعي، صح؟ يعني العدائيه في السن ده بالطريقه ديت، حاسه ان هو مش طبيعي، لان انا عندي اخواته بنتين توأم. أوكي. ماشي، يعني ما بيعملوش ده، ما شفتش منهم الوضع ده. او دايما اول حاجه دايما بتتقال للام في كل التخصصات، اوعي تقارني بين الولاد، ده حاجه ودي حاجه، بنات وولاد كمان مش واخده بالك. بنقارن بنات وولاد، ده كلام. البنات حاجه والولاد حاجه، ده حقيقي. البنات والولاد جمال والله. دي حظك كان حلو في البنتين ما شاء الله. انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انا بعلم ولادي الجندر انتليجنسي، يعني ان هم يفرقوا سلوك البنات وسلوك الولاد مختلفين في ايه، لان ساعات النقطه دي حتى بنكبر ما بنبقاش لسه اتعلمناها. طيب انا هجاوبها كده سريعا عشان اطمنها، هو مش عدائي ولا حاجه، هو الفكره بس يا حبيبي ان هو زي ما احنا اتكلمنا في اول الحلقه، ان هو بيحل المشكله بطريقته، هو طفل بيتهاجم، انت بالنسبه لك ده هزار بايخ، هو لسه مولود في الدنيا جديد، لسه بقاله سنه ونص. فهو ما بيشوفش ده هزار، هو بيشوف ده تعدي على خصوصيته، بيشوف ده هجوم عليه، فبيحاول يدافع عن نفسه كان حد بيعاديه بالظبط. فاحنا مش عايزين نستسلمه، بس أدافع. لان هو حبيبي لسه ما يملكش القدره على ضبط نفسه اصلا. طب فنحاول نتجنب ان احنا نستثيره، يعني الناس اللي بيهزروا هزار بايخ، يعني ناخد كده الموضوع معاهم بلطافه، ان احنا مش حابين هنحطه في الموقف ده، ان شاء الله الموضوع يختفي، يعني بتطمني. وان هي تعالج اي موقف معاه بالضرب وهو عنده سنتين، ما هي اكيد سمعت انا قلت ايه على الضرب والعقاب، تجيب بقى الحلقه من اولها. يعني اديها نصيحه سريعه كده ممكن تكون ما سمعتش. هي بتضرب يا حبيبتي عشان خاطر تسيطر على الموقف، واضح قوي. فانا عايزاكي تطمني ان هو طفل صغير قوي، وانت لسه قدامك وقت طويل قوي تعلميه الصح والغلط، غير لما يكون اول تجربه ليه في الحياه، اللي هو بنقول عليها سن الالتصاق بالام، تبقى تجربه الالتصاق دي تجربه مؤلمه، ان مامي اللي انا بحبها واللي هي مصدر الامان بالنسبه لي بتاذيني، بتوجعني في جسمي، مفيش تكافؤ قوه خالص بينك وبينه، انا عارفه ده، بس انا عايزاكي تهدي خوفك شويه، ان شاء الله الدنيا تحت السيطره، والضرب هيخلي النتائج توصل للاسوء مش للاحسن زي ما انت فاكره. وما تخافيش، لان هي فعلا صوتها كان متضايق وقلقانه، يعني ده شيء طبيعي، ده هو طفل ان شاء الله طبيعي ان شاء الله. طيب انا بشكرك جدا دكتوره ساره سيف، نورتينا النهارده، وهيكون لنا اكيد لقاءات وسلسله حلقات مع الاطفال ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا، ومشاهدينا خليكم معانا، لسه حلقتنا ما خلصتش، خليكم معانا بعد الفاصل.